هذه فاجعة بالنسبة لنا كزملاء كجمهور كمتعاطفين كمؤسسة دوزام. الله يرحمه الله يصبر الوالدة ديالو، إنسان طيب وإنسان خير، إنسان تنخرط في القضايا التضامنية والإنسانية، إنسان اللي بشوش ودائما تدخل دخل فرحة على الزملاء ديالو في قسم الأخبار وفي القناة التالية دوزام. فقدنا واحد الرجل، واحد الصحفي، واحد الإنسان مثقف، واحد الغيور على مدينة فاس، على مدينة مكناس، غيور على تاريخها، على رجالاتها، على تراثها. الله يرحم صلاح الدين الغماري في هذا النهار، الله يصبر مهمته. كان نهار السبت في سهرة ديال إنوي قدمته فيها وكان حاضر وقلت لي وجه الخير، لانه وجه الخير فعلا هذا الشيء اللي كاين. الله يرحمه ويستر عليه، دعوا معاه والله يصبر ميمته، الله يصبر ميمته واخوته. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.